عندي حفيدي عنده 6 سنين. ربنا يخليك. والله يخليك. 6 سنين وبعدين بينطق اللام على طول، يعني هو مثلا تقول له عمر يقول عمل. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب العالمين. الراح بينطقها لام. طب هو اتكلم على سنة قد ايه؟ هو يتكلم عادي يعني، كل كلام 4 يمكن 3 عادي يعني. لكن هو بس المهم اللي هي اللام دي، حرف واحد فقط. ياسر يقول لك ياسل، اما تقول له لا قول حلو ينطق الره كويس، وبعدين كده يرجع تاني ينطق اللام تاني. تمام. مش عارفين ده نعمله تخاطب ولا ايه يعني. طيب حاضر. يعني هو ألدغ في حرف الراء بدل الراء بينطق لام بس. تمام. طيب بص عادي، اللدغات دايما يعني لو طفل عنده لدغه بيتكلم كويس بس عنده لدغه قبل 4 سنين لا يفضل علاجها، لان هو ممكن بتتحسن لوحدها، بالعكس انا وتدخلت ممكن تزيد كطبيب تخاطب. وهو عنده بالظبط، فست سنين ده لازم يروح للتخاطب وبتتحسن، يروح لطبيب تخاطب. وخصوصا هي كمان لسه بتقولي ساعات بيقولها صح، لو اتقالها لوحدها بالظبط يقولها صح بالظبط. فبالتالي الموضوع بمعطيات التخاطب جلسات فتره معينه وتنتهي القصه بدون اي تدخلات. وما تقلقوش، واهم حاجه ما يعني صح ما نضغطش عليه، ما نركزش كده معاه قوي، لان هو ممكن يبقى نوع لفت انتباه يا دكتور. بالظبط، ممكن يبقى تجاهل، ممكن يجيب نتيجه معانا. يعني جربوا كده وانتوا عبال ما تحجزوا ميعاد كده وتروحوا للدكتور، جربوا ما تجيبوش سيره الموضوع ده وطنشوا خالص، شوفوه كده وتابعوه، سيبوه يتكلم براحته خالص. ولو قالها كانك مش سامعه، كانه ما قالهاش بالظبط. لقيتيه ظبط لوحده يبقى خلاص ما روحش. ممكن دي وارد، بس طبعا دي بتحتاج فتره طويله. انا عملت كده يعني، كان طفل طول النهار يتكلم كده لانه عارف ان باباه ومامته هيرجعوا له وهيكلموه تاني وهيقعدوا ينصحوه قول ويفضلوا وراه كده، فبقى نوع من جذب الانتباه يعني، هو عايزهم يقعدوا معاه فحبيبي بيعمل كده. هو ده كلام صح، واحنا بس لازم تدي فتره طويله. لو انت عايزه نعملي التجربه دي لازم ناخد على الاقل شهر، ما ينفعش يوم ولا يومين. شهر كامل. ماشي. واحنا بنعتبرها يعني، حتى الطفل، في اطفال كتير تلاقيه بيحصل عندهم موضوع التهته، انه بيتكلم بعد كده بيتكلم كويس جدا وبعد كده تهته. نعتبره مرضي لو عدى 3 لـ6 شهور وهو واحنا مطنشينه وبنتجاهل وبنلفت الانتباه لحاجه تانية، بحيث رجع كان ما رجعش برضه بيحتاج لطبيب التخاطب. نعم.